تضامناً مع لبنان بعد انفجار 4 آب اللي دمر بيروت. فرانس 2 بتقدم مباشرة من مسرح أولمبيا الأسطوري حفل موسيقي استثنائي ضخم برعاية عازف الترمبيت الشهير إبراهيم معلوف ونخبة كبيرة من الفنانين والنجوم العالميين المعروفين بموهبهم ويمن الإنسانية. هبة طواجي، أسامة الرحباني، عبد الرحمن الباشا، خالد مزنر، ماثلو شديد، أستريك سيرانوسيان، ستينغ، ميكا، باسكال أوبيسبو، باتريك برويل، لوران باني، فياني. أوني بور لو ليبان مع المقدم الشهير ناجي من باريس، بتشاركوا الصحفية ليا سلامي من بيروت. أوني بور لو ليبان الخميس 1 تشرين الأول 10:10 المساء مباشرة على LBCI.